ايدي زون هو مكان اللي انت كأب او كأم ممكن تسيب ابنك فيه اي وقت، ساعة ساعتين ثلاثة، يلعب بس يتعلم. طب يتعلم ايه؟ يتعلم STEM. STEM دي اللي هي Science, Technology, Engineering, Mathematics. السيستم عندنا بيبدأ مع الاطفال ان هما اول ما بيجوا بتسلمهم الاول بالفينجر برينت بتاعه، بصمة الابن وبصمة الاب. الستيبس بتاعتنا ان هو يخش نعمله هاند ووش الاول بسانيتايزرز، تبتدي عقم ايده الاول قبل ما يخش. هيخش جوه طبعا لازم يكون يلبس اوفر شوز زي ما احنا كلنا لابسين. ترينر مخلي باله منه، خلي باله جدا من نظافه المكان. المكان بيتنظف كل يوم، بيتمسح كل حاجه، بيتعقم كل حاجه، بلس ان احنا متابعين المكان 24 اورز بالكاميرات. المدربين بتوعنا مهندسين علوم، خريجين علوم، خريجين هندسه، مدربين بشكل كويس جدا ازاي يتعاملوا مع الاطفال، فاهمين هما يوصلوا المعلومه ازاي بطريقه واثنين وثلاثه، ويربط له كل حاجه في الاخر ان هو يعرف يوصل للتارجت بتاعه مع تيم كويس، تيم ورك مع الاطفال اللي موجودين اللي في سنه. كل طفل ليه ستيب ورا ستيب السيستم عندنا بيحددها، كل ده في الاخر بيخليه يوصل ان هو ماكسيمم ستيم كاباسيتي. احنا حلمنا ان احنا نكبر المشروع هنا لغايه ما يوصل لكل اطفال مصر، نسبه كبيره منهم تبتدي تتغير، تبتدي تتحرك، تبتدي تتعلم بشكل مختلف، يبتدي قدامهم مستقبل تاني.